الموضوع البارز أيضا في القمة غدا هو عودة سوريا إلى الجامعة العربية بعد غياب 12 عام، وده من أهم الأشياء اللي هتبقى منظورة وأمام القمة العربية غدا بإذن الله. خلونا للحديث أكثر عن المتوقع في القمة العربية غدا ينضم إلينا دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية. دكتور حامد، مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا بك استشفتي، وأهلا بالسادة مشاهدينك الكرام. اهلا بحضرتك يا فندم. يعني خلينا نبدا من الملف الابرز، وهو عوده سوريا الى جامعه الدول العربيه بعد غياب 12 عام، وكيف سيتم مناقشه هذه الاشياء، خصوصا ايضا ان احنا ما زال هناك العقوبات الموجوده على سوريا، مثلا مجال الطيران. فخلينا نعرف ما ممكن ان يطرح في هذه القمه غدا باذن الله. طبعا هي قمة مهمة جدا لأنها بتنعقد في ظل متغيرات نوعية كثيرة جدا أدت إلى أنه لابد من وحدة الصف العربي بشكل كبير لمواجهة التحديات المتزايدة في المنطقة العربية، خاصة أن هذه القمة إذا أردنا أن نطلق عليها عنوان رئيسي فهو قمة الحلول العربية للقضايا والأزمات العربية، وبالتالي بعيدا عن التدخلات الخارجية والأطماع الأجنبية اللي كانت السبب الرئيسي في صحيح. إطالة أمد الأزمات العربية المتعددة والكثيرة. عودة سوريا إلى الجامعة العربية هو قرار تأخر كثيرا، يعني كان هناك حالة من الانقسام في الرؤى العربية لعودة سوريا إلى الجامعة العربية، ولكن أدركت الدول العربية أو الأكثرية الكبيرة في الدول العربية أدركت أنه لا طائل ولا عائد من استمرار استبعاد سوريا من الجامعة العربية، وترقها فريسة سهلة لقوى دولية وإقليمية تسعى وبكل قوتها إلى استمرار أمد النزاع في الداخل السوري مما يحقق مصالحها، على اعتبار أن سوريا كانت في الكثير من الأوقات هي ورقة ضغط يتم استغلالها من قبل أطراف دولية لتحقيق المصالح الخاصة لهذه الأطراف في الداخل السوري. وبالتالي عودة سوريا جاءت بعد انفراغة حقيقية في العلاقات العربية العربية، وخاصة بعد زلزال 6 نوفمبر الماضي اللي أحدث انفراغة حقيقية، وكان هناك تأكيد مصري عربي على وحدة واستقرار الدولة السورية، وبأن تعود سوريا إلى حضنها العربي لكي تكون هذه الخطوة هي البداية لما من الممكن جدا أن يتم في الفترة القادمة، خاصة أن عودة سوريا إلى الجامعة العربية سيتبع الكثير من الإجراءات التي ستحافظ على وحدة الجسد العربي ووحدة الدولة السورية، وسيكون هناك نوع من أنواع التنسيق المشترك بين الدول العربية والدولة السورية لإحداث انسجام حقيقي في العلاقات السورية العربية بشكل كبير، خاصة أن المدة الكبيرة التي بعدت فيها سوريا عن الجامعة العربية وهي 12 عام أفرزت الكثير من المشكلات على المستوى السياسي، عدم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2254، وأيضا على المستوى الأمني باعتبار أن هناك الكثير والكثير من التنظيمات المسلحة وأيضا التدخلات الخارجية والكثير والكثير من المعطيات التي تحتاج إلى أن يكون هناك موقفا عربيا داعما للدولة السورية ليكون هناك استقرار حقيقي لها على واقع الأرض. أكيد إحنا نتمنى كل التوفيق الحقيقة لهذه القمة بما فيها، وأنا أتفق مع حضرتك جدا بهذا العنوان، وهو عنوان أنها قمة الحلول، حلول الخاصة بالقضايا والأزمات العربية عربية. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، كل التوفيق لقمة الغد. والحقيقة المشاهد بتقول هذا الاستقبال الخاص بسوريا وكأن التاريخ يعود، تخيلوا 12 عام من الجهاد والمحاربة والإرهاب وما سميناه من أشكال كثيرة جدا، حان الوقت ليعود الأمن والسلام وتعود سوريا مش بس لجامعة الدول العربية، تعود للخريطة العربية بنشاطها وقوتها بإذن الله. أشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية.